ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أي أننا لو توكلنا على الله حقا، أي اعتمدنا عليه في كل شأن وفي كل أمر، فوضنا أمورنا لله، وكان عملنا كله ابتغاء وجه الله ولمرضات الله سبحانه وتعالى، تكون حياتنا أفضل وأعظم، ويأتينا الرزق من حيث لا ندري، لأننا نعمل ونجد ونجتهد وننتظر الجزاء من الله سبحانه وتعالى. هذا ينبغي أن نفهمه، لأن معنى أننا نبذل الجهد والطاقة ونأخذ بالأسباب ونحاول أن نصل إلى ما نبغي من وراء الأسباب، وقد يأتي العكس، ننتكس ونعود إلى الوراء، إنما ننسى شيئا كبيرا وعظيما، وهو أن مسبب الأسباب يستطيع أن يعطل الأسباب. بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، يعطل الأسباب لرؤية يراها سبحانه وتعالى، لأنه يرى ويعلم حيث لا نعلم. ربما نرجو من وراء الأسباب خيرا ويأتينا منه شر، أو نبغي سرورا ويأتينا غير ذلك، فلا يجعلنا ذلك ننقص على أعقابنا، وإنما نرجع إلى قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأمور التي لا نعلمها نتركها لمن يعلمها، ونسلم بقضاء الله وقدره، وننزل عند أمره سبحانه وتعالى. ذاكم هو التوكل، وذاكم هو الفضل. وعلمنا رسولنا ذلك حين قال: لو توكلتم على الله حق توكله، بنفس خالصة، بنية خالصة، بقلب سليم، لا نبغي من ورائه إلا رضاء الله سبحانه وتعالى والنزول عند أمره عز وجل. إذا كنا كذلك وإذا فعلنا ذلك، سيأتينا الرزق مدرارا والخير وفيرا والعطاء جزيلا.